أخبارنا بدقيقتين. صلاح الدين وكربلاء تكملان أركان حكومتيهما بالتصويت على كبار المسؤولين. بغداد تطلع سفراء على تداعيات القصف الأمريكي وتؤكد أهمية المفاوضات العسكرية. رئيس هيئة الحشد فالح الفياض يقول العدوان الأمريكي في الأنبار لن يمر مرور الكرام. اختار مجلس محافظة كربلاء سيف الخطاب محافظا لدورة جديدة وعلي الميالي نائبا له بعدما صوت على قاسم اليساري رئيسا للمجلس ومحفوظ التميمي نائبا له. وقبله بساعات استكمل مجلس محافظة صلاح الدين أركان الحكومة المحلية بالتصويت على أحمد الجبوري محافظا وعلى نائبيه الإداري والفني وعادل عبد السلام رئيسا للمجلس ومحمد حسن عطية نائبا له. وشهدت محافظة الأنبار تشكيل كتلة الاستقرار برئاسة المحافظ علي فرحان الدليمي، وتضم الكتلة 5 أعضاء في مجلس المحافظة من قوائم السيادة والأنبار هويتنا والحسم الوطني وعزم والأنبار المتحد. أطلع وزير الخارجية فؤاد حسين سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل واستراليا على مستجدات القصف الأمريكي في الأنبار، وأكد حسين رفض بغداد أن تكون البلاد ساحة لتصفية الحسابات، لافتا إلى أنه من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات العسكرية العراقية الأمريكية للتفاهم بشأن الوجود الاستشاري للولايات المتحدة ودول التحالف. وتفقد رئيس الوزراء محمد الشعاع السوداني المصابين في القصف الأمريكي على منطقتي عكاشات والقائم، وخلال زيارة أجراها لمستشفى الحسين العسكري في بغداد وجه السوداني بإيلاء العناية التامة للمصابين وتوفير كل مستلزمات العلاج لهم. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن العدوان الأمريكي على الحشد في الأنبار لن يمر مرور الكرام. وخلال مراسم تشييع ضحايا الاستهداف شدد الفياض على وجوب تطهير العراق من قوات التحالف، رافضا أن تكون دماء الحشد مادة سياسية رخيصة. للمزيد تابعوا منصات يو تي في للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.